السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ مع جدكم عاملين ايه؟ جيت لكم تاني من جديد وحلقة جديدة مع اسمع كلام جدك. احنا طبعا ما زلنا كل يوم نشوف جديد وغريب وعجيب في الدنيا اللي احنا عايشينها دي، وبنسمع حاجات ما انزل الله بها من سلطان، بس اهو بنحاول نفكر ونذكر بعضنا البعض، يعني مع بعضنا كده. خلينا نشوف، سيبنا بقى من الحاجات ايه اللي من اعراض الناس والكلام الفارغ ده، وخلينا نشوف حاجات مهمة جدا في دي. يعني احنا طول عمرنا بنشوف المشهد واللقطة اللي تبلي تقول ايه، انهم يأتون بدين جديد فماذا انتم فاعلون. ايوه، فماذا نحن فاعلون دلوقتي؟ احنا بيحصل معانا في كل وقت وفي كل حين العملية دي. حتى الاسلام زي ما كان زمان بيتقال، جاء الاسلام غريبا وسيعود كما بدأ اول مرة غريب. الاسلام غريب بينا يا ولاد دلوقتي، وبقى حاجات غريبة بنسمعها عن الاسلام. والله يا ولاد، إنهم يدفعون دينا جديدا فماذا نحن فاعلون؟ ماذا تريد أن تقول يا ابن أبي شفلحة؟ هل صبرت عقيد آلهتنا واتبعت الدين الجديد؟ لأتبعنك ذبح البعير. خسيت، شوف لك يداك، فكانتك بنت عم أم من اللي جابت أمك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يعني دلوقتي يا ولاد، اخر حاجة بسمعها وشوفت كده فيديو غريب، قال ايه بيعمل لك مسجد اسمه فاطمة. مسجد فاطمة فين؟ مسجد فاطمة في باريس فرنسا. ماله مسجد فاطمة ده يا سيدي؟ مسجد فاطمة ده للستات يصلوا مع الرجالة في الصلاة الرئيسية بتاعة المسجد. لا، والشرط ايه يا ولاد؟ الستات والرجالة اختلاط كده وجنب بعض حبايب، ويسلموا على بعض بعد الصلاة ويبوسوا بعض، مفيش مشكلة خالص. المهم يعني هم عملوا مسجد اسمه مسجد فاطمة في باريس ولا في فرنسا. ها، المسجد ده تبقى الإمام بتاعته واحدة، الإمامة واحدة، واللي يصلي ويعمل المناسك واحدة ست برضك. والغريب كمان يا أولاد، اللي هتخطب عليهم الجمعة برضك يوم الجمعة، ها، واحدة ست. طب يعني انا مش فاهم، يعني اللي هتخطب الجمعه واحده ست، ولا هتأذن واحده ست، ولا هتقيم واحده ست؟ هو مسجد نساء خاص ولا ايه؟ بس يعني انا ايه الغريب بقى يا ولاد، ان هو ايه مش مسجد نساء خاص، لا ده مسجد مختلط كده. يقول لك المسجد مختلط، وطالع الكهنه دي الكاهنه، يقول لك كهنه بهلول، يعني غريب اسمها كاهنه وبهلول. طالعه تقول لك ان ايام الرسول ان الستات والرجاله كانوا قاعدين مع بعض كده، دقلجه مع بعض كده، بيصلوا حبايب كده، وبيس خالص بيس كده مع بعض في المسجد. يا جدع جبتوا الكلام ده منين؟ والجهل والدجل ده منين؟ وعاملين نفسهم تكون اول سيده تقوم صلاه في فرنسا، واول سيده تعتلي منبر الخطاب في اول مسجد مختلط بين الرجال والنساء. من المنتظر ان يفتح ابوابه في العاصمه الفرنسيه باريس امام المحجبات وغيرهن، وايضا امام المسلمين من مثلي الجنس. ضيفتنا اليوم هي كهنه بهلول، الباحثه المتخصصه في الدراسات الاسلاميه ومؤسسه جمعيه حدثني عن الاسلام. كهنه، اهلا بك مجددا الى فرنسا كاتر. اهلا وسهلا. بس يا طيب كده خلاص الموضوع؟ لا، ايه يعني مش بس يعملوا مسجد مختلط رجاله وستات، وتخطب في الجمعه واحده ست، واللي تأذن واحده ست، وتصلي بيهم الامام واحده ست؟ لا، امال ايه تاني؟ كمان مسموح لمثل الجنسيه ان هم يدخلوا يصلوا معاهم، المخنثين والشميل والميل والفيميل وكله خلطه بسميل. ايه يا عم، في ايه يا عم؟ ايوه يا عم، امال ايه؟ والله يا اولاد انا صعبان عليا الزمن اللي انتوا فيه ده مساكين. والله فعلا يا اخي، مصداقا لحديث الرسول، سياتي يوم على امتي الفتن فيه كقطع الليل المظلم. ده احنا يا جدعان دنيا دنيا ضلمه كل، يعني سواد دامس يا اولاد، وبنطلع من نقره نقع في ضحضره مع العالم دي، وطالعين يعلنوا على المسجد يا اخويا، يقول لك مختلط والدنيا والديمقراطيه وحق المراه، والمراه في تميز. متميز ايه يا عم؟ واخيرا يا اولاد نرجع ونقول ان هذا الدين له رب يحميه. ها، الدين ده ليه رب بقى يحميه؟ وندعو الله سبحانه وتعالى ان يعز الدين والمسلمين كده، ويبصرنا بالحق يا رب، ويهدينا لطريق الحق جميعا يا رب، ويبعد الشياطين الانس والجن يا رب، وينصر الاسلام كده والمسلمين، ويعزنا ويخلينا عايشين حياة نظيفة كريمة يا رب، ويعزنا يا رب من الدمار والفساد اللي احنا بنسمع عنه في كل مكان ومحين يا رب.
نود بداية أن نعرف هل من تقدم في تطبيق فكرة هذا المسجد مسجد فاطمة، ومتى أول صلاة مرتقبة في هذا المسجد؟ تقدم وإن كان يعني ليس حقيقة تقدم، بما أن يعني هناك أمثال للنساء كنا إمامات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مسجد الرسول كان فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فكان الرجال والنساء يصلون في نفس المسجد. وأما فيما يخص يعني الإسلام المعروف اليوم والمطبق اليوم في أكثرية يعني نواحي العالم، فصحيح أنه يمكن أن نعتبره أو ننظر إليه بأنه يعني شيء جديد،